السلام عليكم، أهلا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث نخصصها للحديث عن ملف المختطفين والمخفين قسرا بعد تعطل المشاورات وإلغاء كل الجهود الخاصة ببناء الثقة وإطلاق المعتقلين. مجددا طالبت رابطة أمهات المختطفين في الحديدة وعدن المنظمات الدولية والمحلية والصليب الأحمر بسرعة التدخل لمعرفة مصير أبنائها، ودعت الرابطة المفوض السامي لحقوق الإنسان وأعضاء مجلس حقوق الإنسان لإنقاذ المختطفين، واستنكرت استمرار ميليشيات الحوثي بإخفاء العشرات من أبنائها ومن المزايدات السياسية التي جعلت أمنياتها بعودة أبنائها في مهب الريح. تأتي هذه المطالبات بعد أن أعلن المعتقلون في سجن بير أحمد في عدن الإضراب عن الطعام احتجاجا على عدم إطلاق سراحهم رغم صدور أوامر بالإفراج عنهم. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نقف عند هذا الموضوع لنناقشه في محورين: إلى متى يظل ملف المعتقلين والمخفيين قسرا بلا حل، وماذا يمكن أن تقدمه الجهات المحلية والمنظمات الدولية لإطلاق سراحهم؟ قبل النقاش نتابع التقرير. تنتهي مشاورات وتأتي أخرى، ويعلن عن مقترحات لإطلاق المعتقلين والمخفيين قسرا، لكن كل ذلك لا ينجح. مقترحات تذهب أدراج الرياح، ومشاورات معطلة، فلا المعتقلون يخرجون من السجون، ولا المسار السياسي ينجح، ولا يتغير شيء في هذا الملف. أمهات المختطفين في الحديدة وفي جديد مطالباتها دعت المفوض السامي لحقوق الإنسان وأعضاء مجلس حقوق الإنسان لإنقاذ أبنائهن المختطفين والمخفيين قسرا، وأكدت رابطة الأمهات في بيان لها أن الإنسانية وحدها من تستطيع إنقاذ أبنائهن بعيدا عن المزايدات السياسية والمقايضات العسكرية التي جعلت أمنياتهن بعودة أبنائهن في مهب الريح مع تعثر مشاورات جنيف والابتزاز بصفقات تبادل الأسرى. المعتقلون في سجن بير أحمد بعدن أيضا أعلنوا الإضراب عن الطعام احتجاجا على عدم إطلاق سراحهم رغم صدور أوامر عديدة بالإفراج عنهم. وقال بيان لرابطة أمهات المختطفين في عدن إنها تلقت رسالة من المحتجزين تفيد بإضرابهم عن الطعام ومحاولة ثلاثة منهم الانتحار بعد خذلانهم وعدم الإفراج عنهم. تحركات كثيرة قامت بها الأمم المتحدة ومبعوثوها الذين ظلوا يقدمون مقترحاتهم حول إطلاق المعتقلين كخطوة لبناء الثقة مع بداية كل جولة سياسية في جنيف والكويت وغيرها، لكن جميع الخطوات ظلت بلا آليات حقيقية للتطبيق. وبين مطالبات لم تتوقف وتحركات أممية عديدة، يظل ملف المختطفين والمخفيين قسرا عنوانا فضفاضا لمشكلة اتسعت دائرتها لكن بلا حل. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأرحب في هذه الحلقة بعضو رابطة أمهات المختطفين من صنعاء أم الحارث عمران. مرحبا بك أم الحارث. بداية، إلى أين وصلتم أنتم في الرابطة في ملف المعتقلين؟ هل من استجابة؟ هل تم يعني إطلاق سراح معتقلين مع الأخبار التي تحدثت قبيل مشاورات جنيف والتي كانت هناك وعود كبيرة ربما وكان أبرزها ملف المعتقلين والمخفين قسرا؟ لم يتم إطلاق سراح أي معتقل أو مختطف كبادرة أو مبادرة للسلام من أول من بداية المشاورات أو حضور المشاورات، ولكن وضعوا ملف المختطفين والمخفيين قسرا في دائرة يصعب الخروج منها، وكم طالبنا من المنظمات وتمنينا الله يدرجوا هذا الملف في هذه المشاورات وفي الملفات السياسية، ولكنهم أصروا إلا أن يحشروا في هذه القضية السياسية التي لم نخرج إليها إلى سبيل أو إلى طريق، رغم أننا منذ 4 سنين. نعم، ونحن نحاول وننادي إلى يعني كافة المنظمات بأن يكون ملف المختطفين ملف خارج عن الملفات السياسية، وأن يقوموا معنا بإيقاف المحاكمات والمهازل التي يقوم بها الحوثيين ضد المختطفين المدنيين الأبرياء. نعم، ولكن هذا سيزيد سوءا. نعم، خصوصا بعد تعثر المشاورات، فهذا سيزيد من تنادي
الميليشيا في المحاكمات وفي نعم وفي إدراج أسماء أخرى أو اختطافات أكثر. نعم أم الحارث، يعني كانت هناك العديد من الزيارات للمبعوث الأممي إلى صنعاء، هل أنتم في رابطة أمهات المختطفين؟ يعني قابلتموه؟ هل تمت يعني أي وعود من قبلهم من أجل الإفراج عنهم أو ما شابه ذلك؟ لم يتم المقابلة مع المبعوث الأممي الجديد منذ أن تولى المهمة، لأنه يعني لم نحصل على موعد معه، فكل مشاورته كانت وسفرياته إلى صنعاء، وكأنه لا يوجد مظلومين في صنعاء أو أناس نعم يحتاجوا منهم النظر إلى قضاياهم. نعم طيب أم الحارث، سؤال أخير فقط، الآن أنتم في الرابطة، يعني أبرز يعني مطالبكم التي يعني تريدونها بصورة مستعجلة وتناشدون بها الأمم المتحدة و يعني المنظمات الدولية العاملة في هذا الجانب فيما يخص ملف المعتقلين، ما هي؟ إطلاق سراح المعتقلين كافة والمختطفين والمخفيين قصرا، هذه مطالبتنا، لا يعنينا من المشاورات أي ملف سياسي، يعني تلك المشاورات بينهم هي بين الشرعية والميليشيا، نحن كل مطالبنا هي إطلاق سراح المختطفين من أيادي الميليشيا. نعم شكرا جزيلا لك أم الحارث، عضو رابطة أمهات المختطفين، كنت معنا من صنعاء، ونشرك معنا في الحديث وكيل وزارة حقوق الإنسان الأستاذ نبيل عبد الحفيظ. مساء الخير أستاذ نبيل. مساء الخير عليكم وعلى جميع السادة المشاهدين، وإن شاء الله سنة طيبة ومباركة تنتهي فيها أزمة اليمن واليمنيين إن شاء الله. أستاذ نبيل، يعني بين الحين والآخر وهذا الملف لا زال هو ربما الملف الأبرز فيما يخص المختطفين والمعتقلين، كانت هناك بوادر ربما مبشرة بالخير قبيل انطلاق مشاورة جنيف بأنه سيتم إطلاق المختطفين، لكن فشلت هذه المشاورات كما تعلم. إذن الآن ما الذي يمكن أن تعملوه أنتم في وزارة حقوق الإنسان لهؤلاء المعتقلين والمختطفين في سجون ميليشيات الحوثي؟ طبعا نحن سنعود إلى مهامنا الرئيسية في التواصل الدائم مع منظمة الصليب الأحمر والمنظمات الدولية المعنية من أجل أن نحاول بكل ما نستطيع من ضغط على هذه الميليشيات للإفراج عن المعتقلين والمختطفين والمخفيين قصرا، بالإضافة إلى عملنا الموازي مع الجهات الحكومية الأخرى حول عمليات التبادل التي تتم أحيانا ما بين أسرى من أسرى الميليشيات مع المدنيين الذين تم اعتقالهم. للأسف نقبل بهذه المبادلات ونضغط أحيانا بهذه المبادلات لما نعلمه من حالة إنسانية سيئة يعاني منها المعتقلين في سجون الميليشيات والذين يبالغون في أذيتهم حتى يضغطوا علينا وعلى الأهالي بهذه المأساة الإنسانية. نعم أستاذ نبيل، كما تعلم الآن بدأت ميليشيا الحوثي بعد 3 سنوات ويعني العديد من الأشهر بدأت الآن بمحاكمة بعض الصحفيين وتوجه لهم بعض التهم التي يعني يستنكرها هؤلاء الصحفيين وأهاليهم وأيضا رابطة أمهات المختطفين. الآن موقفكم أنتم من هذه المحاكمات التي تطال الصحفيين بسبب آرائهم المغايرة للميليشيا؟ هناك قاعدة قانونية أساسية تقول أن ما بني على باطل فهو باطل، متى كان من حق المجرم أن يحاكم مواطنا شريفا نزيها ليس لديهم أي تهمة عليه؟ هل الدفاع عن الوطن والدفاع عن الحرية والدفاع عن الكرامة تهمة؟ كل ما يقوم به تقوم هذه الميليشيات عبر مهازلهم التي يسمونها محاكمات هي مرفوضة جملة وتفصيلا، وبالتالي كل ما يصدر عنها شيء، بالعكس هذا يعني يأتي على طريقة وإذا أتتك مذل، فبالتالي هذا يؤكد لدينا وطنية هؤلاء وأنهم يعني جزء من أبطال هذا الوطن الذين يعملون من أجل تحريره والدفاع عنه، وبالتالي فهذه المحاكمات لا تعنينا بل ونعتبرها باطلة من الأساس، وكان رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي حمود الهتار قد أكد ذلك مسبقا. نعم طيب أستاذ نبيل، ابقى معي، نشرك معنا في الحديث من عدن عضو رابطة أمهات المختطفين الأستاذة رانيا فهد. مساء الخير أستاذة رانيا.
أهلا بك أستاذة رانيا. أنتم في عدن والمناطق المحررة، ما هو وضع المختطفين والمعتقلين في السجون؟ وضعهم جدا مأساوي. هناك سجناء تم تبرئتهم من قبل النيابة ومن قبل القضاء، ولكن إلى الآن ما زالوا معتقلين. هناك إضرابات ولكن لم تتم أي استجابة من قبل مدير السجن أو من قبل الحكومة أو من قبل الدولة. ليس هناك أي استجابة أو ردة فعل تجاه تلك المطالب التي يقدمها السجناء من داخل السجن. نعم. طيب استاذة رانيا، الان يعني التصريحات يعني بين الحين والاخر من قبل وزير الداخليه بانه سيتم اطلاق المختطفين والمحاكم ستجري مجراها، الى اين وصلت هذه الاوامر من قبل الحكومه وممثله بوزير الداخليه في عدن؟ هناك حولوا مجموعه من السجناء الى النيابه، تم التحقيق معهم، اثبتت براءتهم ولكن لم يتم الافراج عنهم. هناك اكثر من 40 شخص تم الافراج عنهم، وهناك امر من النيابه ولكن لم يتم الافراج عنهم. اي خطوه اقاموا بها؟ هناك مجرد كلام كلام كلام، لم يكن هناك فعل على ارض الواقع. من يمنع اطلاق سراحهم بعد اوامر النيابه والمحاكم وايضا الوزاره الداخليه؟ لا ادري من يرفض الافراج عنهم. هناك ايضا خبر انهم ابو اليمامه يريد ان يسحب مجموعه من السجناء الذي كانوا بحضر. هناك ايضا عندما ذهبنا الى القاضي هناك اسماء سقطت من الكشوفات، لا نعلم سبب ذلك. يجب التركيز على ان هناك اسماء ليست موجوده في سجلات السجن. نعم. طيب الان فيما المعتقلين والمختطفين بشكل عام، هل يعني قابلتمهم وتعرفون اماكنهم ام لا زال هناك بعض المعتقلين والمخفين لا تعرفون عنهم شيء؟ اكيد ما تم اظهارهم هم مجموعه قليله من مجموعه كبيره لم تتم اظهارها الى الان. اظهار جزء، وكل فتره يتم اظهار جزء من المخفيين. هناك مجموعه كبيره انا اعلم اين هم، لا زالوا مخفيين رغم انكار سواء كان وزيرا عن وزير او الناس، انكار ان هناك سجون سريه، انكار انه هناك مخفيين، لكن هناك مخفيين للان لم يتم اظهارهم. نعم. من تم نقلهم الى سجن بئر احمد، كيف تتم معاملتهم؟ هل يسمح بزيارتهم يعني الالتقاء بهم ام لا؟ ايوه يتم السماح لهم بزياره اهلهم كل احد من كل. نعم. نعم استاذ رانيا. طيب قبل العوده للاستاذ رانيا اعود للاستاذ نبيل عبد الحفيظ. استاذ نبيل، اذا ملف المعتقلين كما تعلم ربما ليس بايديكم بالصوره المباشره، يعني بعمل شيء الذين يقبعون في سجون ميليشيات الحوثي وفي المناطق الخاضعه لسيطرتهم، لكن ماذا عن هؤلاء المعتقلين الذي بيدكم انتم كحكومه شرعيه وايضا وزاره حقوق الانسان يعني السلطة الكاملة بالإفراج عنهم، لا سيما بعد أن جاءت الأوامر من النيابة العامة وأيضا من وزير الداخلية وغيرهم بالإفراج عنهم، لماذا تتحفظون عليهم ولا يتم الإفراج عنهم؟ أولا بالنسبة لموضوع المعتقلين في عدن حتى تكون الصورة واضحة، تعلمون كيف كانت الأوضاع ما بعد تحرير عدن، وأيضا وجود بعض القوات الموالية للحكومة لكن لها يعني كان هناك بعض السجون التي تتبعهم. عملنا في الفترة الماضية بكل ما نستطيع من جهد وأوصلنا هذا الموضوع إلى الداخلية، واستطعنا بجهود كبيرة نحن وزارة الداخلية إلى إغلاق 3 سجون سابقة، وأيضا تم تحرير عدد من السجناء، وتم الاتفاق أن من لديه تهمة معينة هناك نيابة وهناك قضاء وهو ما يجري حاليا. تم تحويل عدد كبير من السجناء الذين بقوا في السجون بعد إطلاق الذين لم يكن أي مبررات للتحفظ، تم إطلاقهم. أما البقية فتم إحالة ملفاتهم إلى النيابة، وبالفعل النيابة الآن أعلنت أن هناك جزء من تم مساءلتهم أوضحت أنه فعلا لا توجد أي تهم حقيقية عليهم، وسنعمل مع وزارة الداخلية بكل جهد من أجل إطلاق هؤلاء. العملية الآن تمضي، ربما تكون بطيئة في مسارها لكنها على الأقل حركت هذا الموضوع، وسننتهي منه إن شاء الله في فترات قريبة. لن نسكت،
سنواصل عملنا في وزارة حقوق الإنسان من أجل إنصاف هؤلاء وإعادة الاعتبار لهم، ولن نقبل بأي إهانة أو اعتقال لأي حد مظلوم على الإطلاق. نعم. هذا وعد نحن نسير عليه ونعمل به بكل جهدنا، وإن شاء الله لن نقصر. فيما نعم. يخص زيارة المعتقلين، تتم الزيارات بشكل رسمي وفق قواعد السجن المعمول بها. أعتقد أن هذا أمر ربما مفروغ منه حتى الآن، ونحن لدينا مكتب خاص في الوزارة لتلقي الشكاوى، ونعمل على تحويل هذه الشكاوى إلى الجهات الرسمية سواء في الداخلية أو النيابة أو أي مكان. نعم. بل ونعمل على تحريكها بكل السبل. نعم أستاذ نبيل، يعني أيضا فيما يخص من لم يعرف أهاليهم عنهم شيء ولا أي معلومات عنهم، هؤلاء إلى متى سيظل ملفهم مخفي بهذه الصورة؟ حقيقة هذا ملف شائك. نحن بكل ما استطعنا قدمنا عدد من الأسامي من الأسماء إلى هذه الجهات الرسمية، سواء في السجون التي كانوا فيها كان فيها معتقلين إلى وزارة الداخلية. للأسف ما يزال هناك بعض الأسماء لا يعلم مصيرها. سنعمل إن شاء الله على محاولة تقصي حقائق حول هؤلاء. هناك أيضا اللجنة الوطنية لرفض الانتهاكات تعمل بجهد كبير من أجل تقصي الحقائق حول أي انتهاكات موجودة، وهي تبذل جهد كبير في هذا الجانب، وبالتأكيد لن تألو جهدا مع رابطة الأمهات المختطفين في البحث عن من هم مجهولي المصير حتى الآن للوصول إلى حقائق مؤكدة حول هذا الأمر. نعم. لن يكون هناك إن شاء الله في القريب العاجل، لن يكون هناك إلا معلومات مؤكدة أو نتائج حقيقية مبنية على قواعد قانونية. نعم. طيب أعود لي الأستاذة رانيا فهد في عدن. أستاذة رانيا، إذا تكلمنا بصورة ربما أكثر وضوح وأكثر شفافية، من الذي يتحفظ على عدم يعني الإفراج عنهم، من تم الالتقاء بهم ونقلهم إلى سجن أحمد، وأيضا من يتعمد إخفاء بعض المعتقلين ولا تعرفون عنهم أي معلومات؟ هل هي وزارة الداخلية بصورة مباشرة، أم أجهزة أمنية في عدن، أم لها صلة بالتحالف العربي والإمارات العربية المتحدة؟ من هو الذي يقف وراء كل هذه الانتهاكات ضد هؤلاء؟ الذي يقف وراء هذه الانتهاكات ووجهنا التهمة لهم من قبل هم التحالف والحزام الأمني قيادة شلال واليمامة وأبو همام، هم المسؤولين درجة أولى، هم من تم أخطائهم. نعم نعم أستاذة رانيا، هل تسمعينني؟ تفضل. نعم أستاذة رانيا، يعني اختفى صوتك، أعيدي ما كنت تقوليني، تفضلي. التهمة موجهة بشكل أساسي للتحالف وأبو اليمامة وشلال بقيادة بالحزام الأمني، هم وجه لهم التهمة من السابق، ونكرر أنهم هم الآن من يحاول عرقلة الأمور وأخذ مجموعة من السجون بطريقة غير رسمية. نعم. طيب الآن ربما ما تقومون به أستاذة رانيا هو الوقفات الاحتجاجية، يعني يمكن أن يكون لديكم ورقات ضغط أخرى تمارسونها ضدهم من أجل الإفراج عنهم، أم توصلتم إلى هذه الآلية وربما أصبحت لم تعد مجدية؟ يعني الآن سنتين ونحن نراكم يعني بشبه يومي تذهبين بوقفات احتجاجية أمام وزارة الداخلية، أمام هذه السجون، ولا أحد يستجيب لكم. قد يكون استجابة بطيئة، ولكن لولا تلك الوقفات لما تم إظهار مجموعة من السجناء، لما تم الإفراج عن مجموعة منهم، لما تم تحويل جزء منهم إلى التحقيقات وإثبات براءتهم حتى وإن لم يتم الإفراج عنهم. الوقفات لها دور، وأيضا للإعلام شاكرين لكل القنوات التي تساند الأمهات وتظهر الحقيقة وتولي على الرأي، تجعل القضية قضية رأي عام. نحن لن نيأس، سنكرر الوقفات، سنستمر، سنغلق كل الأبواب، لن يأس، الله معنا والحق لنا إن شاء الله. شكرا لك رانيا فهد، عضو رابطة أمهات المختطفين، وعودة أخيرة إلى القاهرة مع وكيل وزارة حقوق الإنسان أستاذ نبيل عبد الحفيظ. أستاذ نبيل، إذن كما قالت الأستاذة رانيا فهد عضو رابطة أمهات المختطفين بأن المسؤولية يحملونها التحالف وأجهزتها المسلحة في عدن ممثلة بأبو همام وأبو اليمامة وشلال شايع، هل وصلتم إلى طريق مسدود مع التحالف ومع هذه الأجهزة وأدواتها في عدن لعمل حل لهؤلاء الناس؟ بالتأكيد لا يوجد انسداد في أي أفق. نحن نعمل مع الجميع،
وأيضا نتعامل بنوع من الأفق المفتوح. إلقاء التهم جزافا عملية صعبة بالنسبة لأي جهاز حكومي، تعلم أنه تظل مثل هذه القضايا ليست تهم هكذا تلقى، ولكن نحن نقول هناك جهود لوزارة الداخلية تبذلها بكل ما استطاعت. هذا يؤكد أن الوطن محتاج لدور الأجهزة الرسمية للدولة وتفعيل هذه الأجهزة. نحن لا ننكر أنه حدثت بعض الاختلالات في فترات ماضية ما بعد عملية التحرير، لكن الآن هناك ترتيب لترتيب عمل أجهزة الدولة، ونحن على ثقة أن وزارة الداخلية والأجهزة القضائية ستقوم بدورها وستنهي كل هذه الإشكاليات إن شاء الله. أما بالنسبة للتهم فنحن نقول أن الجميع مطالبين لتقوية عضد الدولة، ولسنا في فترة نريد فيها الدخول في مرحلة تشتيت لقوانا أو توجهاتنا. هذا فيما يخص الوضع في عدن، نحن نقول إن شاء الله ستكون الأمور مبشرة بالخير، وعندنا ثقة في ذلك من خلال الجهود التي نلمسها يوميا مع وزارة الداخلية في تناول القضايا المتعددة سواء في عدن أو في مأرب أو غيرها من المناطق. نحن نقول طالما أجهزة الدولة موجودة وبدأت ترتب وضعها بشكل قوي، بالتأكيد ستصل إلى خيارات قوية وستعمل على إنهاء أي انتهاكات موجودة على الأرض. هذا فيما يخص الملفات على الأراضي المحررة. بالنسبة للمناطق التي هي ما زالت تحت أيدي الميليشيات، أنا الآن في طريقي إلى جنيف مع وفد وزارة حقوق الإنسان، وسنقوم بعملية التفاوض مع الصليب الأحمر وغيرها من المنظمات الدولية لتقوية جهودهم وتحسين جهودهم، وسنتقدم إليهم بالأسماء المتاحة لدينا من المعتقلين للعمل على الضغط من أجل الإفراج عنهم. هذا ما نستطيع أن نقوله في هذه المرحلة، يعني نحن نبذل كل ما نستطيع وإن شاء الله نحقق شيء لمصلحة هؤلاء، ونحن نعلم أنهم أكثر من يدفعون ضريبة هذا الوضع الذي نعيشه. وكيل وزارة حقوق الإنسان الأستاذ نبيل عبد الحفيظ، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من القاهرة. مشاهدي الكرام، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من زوايا الحدث، حتى الملتقى بحلقات جديدة. تقبلوا تحايا معد هذه الحلقة الزميل محمد عبد المغني، كما هي لكم مني بشير الحارثي. السلام عليكم ورحمة الله.